كما اخويا انا زدت واحد 5 ديال الطوبات على وديت الوليدات على السستره، حتى تنتفاجئ بالمقدم كيجي لعندي حضر معايا قال لي هاد الضاله كامله غادا تريب، الدار كامله غادي نريبها لك. علاش؟ انا رانا ساكن هنا المده ديال سنه. علاش؟ قال لي هكذاك انا غادي نوريك انا غنربيك. المقدم هيا كيوصل الهضره، ملي جاو لعندي جاو في الاول جابوا لي ورقه محضر ديال المعاينه، قلت لهم تفضلوا بغيتوا ديروا المعاينه مرحبا بكم ديروا المعاينه، ولكن اللي غيدير المعاينه الناس اللي معروفه الهويه ديالهم، لان المخازنيه راه لابسين الكسوه مرحبا بهم، ولكن انتم شكون انتم؟ حنا ما عليناش، المهم حنا كنقولوا المهم حنا اي واحد اللي هو جا تيقدم الوثيقه شكون هو، الا هو عاون سلطه يبين لي على انه عاون سلطه، ماشي عاون سلطه جاي يهز معاه مسيطره، هذاك جاي من الموقف. شدوني اعتقلوني داوني المقاطعه، المقاطعه الاداريه عامر الجنوبيه، من تما داوني لعند الجدارميه، عمروا لي المحضر ديالي اهانه الموظف، ما عرفتش شكون هما، مع العلم انهم هما اللي هانوني وسبوني وسبوا لي حتى الوالده ديالي، وقبلت انظار ديال القائد ملي قلت له سمعتي المقدم اش قلتي سب لي في الوالده ديالي؟ واش سمعتي المقدم اش قلتي سب لي في الوالده ديالي؟ كيسب لي في الوالده ديالي، بمعنى كلمه ما خصهاش كاع تقال، الزنقه ما يقولوهاش الدراري الصغار ما يقولوهاش. ملي قلت له اش سمعتي اش تيقول؟ قال لي انا مازال غادي نزيد ان شاء الله غنربيك ونعلمك، ماشي القايد، انا مازال غادي نزيد ان شاء الله وغادي، قال لي نربيك ونصيفطك فين تمشي لانت للمراه ديالك باش خطره اخرى ردكم عبره الامثال ديالكم، انتم ما عندكم صفه مواطنين. علاش يعني ما عرفتش عندي لاكارت ناسيونال ديالي انا غنتنزلو ونوريها لك. يعني الا ما عندكش كيفاش هو غيقول لك؟ قال لك انا ماشي مواطن، قال لك غير اللي يدبر على شي وحده كيجيبها، قال لك كيدخلها قال لك للبيت هنايا، اللي يدبر على شي وحده كيجيبها وكيجلس يولد هنايا. انتم كامله هذه الزنقه، قال لك 50 واحد انا بامكاني باش نريب هذه الزنقه كامله، نجيب طراكس ونريبها. يعني عندك لاكارت ناسيونال ما خصوش يتكلم يعني باش نكونوا واقعيين، سواء عاون السلطه سواء كيف ما كان النوع ديالو، الحق يجي ويهينك في القلب المنزل ديالك او يقول لك وهذا الشيء راه قبلت. ايوا هذا الشيء راه كاين حتى العقد عندي، العقد وعندي جوج ديال الوليدات والعقد راه عندي، ولا كل شيء عندي. ها هو هذا الشيء راه حيط قديم، هذا الشيء قديم، راه سنين وانا كنخدم في هذا الشيء ديال الفراخ، كنخدم اجونت سيكوريتي وكباش طلع الميكرو وخذ راحتك هضر معنا. انا كنخدم اجونت سيكوريتي، ولاني باش كنقاد مع الوقت شويه كندير الفريخات باش كنقاد بهم باش ما كنلحق حتى لشي واحد. وكما كتشوف ها هما ها العلاقات، ها هو كلشي واضح، لاطراس ديال الفراخ كلشي باقي راه الريش ديالهم واحد. هذا تقريبا قول لي شحال من قفز عندك هنايا؟ راه كاين تقريبا 35 قفز اللي كاينه. شحال كان فيها الفراخ؟ راه بالعداد ما يتحصاو شيء. قول لي تقريبا باش العدد يعرفوا راسهم. العدد ما بقيتش عاقل، لان هذا الشيء دابا اللي داروا لي راه انا اعتقلوني هزوني داوني للسطافيط، والمراه ديالي قبطوها حتى هي هنا في وسط الناس، اعتقلونا حتى داروا قضاو الغراض ديالهم وقبطوني انا داوني للمقاطعه، شدوني حتى العشيه تظلم الحال عاد طلقوني. واحد الكلمه اللي كنتي قلتي لنا من قبل انك حسيتي بانك استخدموا معك العنصريه من قالوا لك مرتك جبتيها من الصحراء. اي هاي هاي على حسابياش هاي. بغينا نعرفوا هاي حيت زايده هاد السيده الزوجه ديالي، الزوجه ديالي من تاروده انت. قال لي انت يا اش جاب هاد السيده، جبتي لينا هاد السيده هي من الصحراء، علاش مالها شنو الجنوب؟ من الجنوب علاش اشنو الجنوب؟ هو الشرف لي انه يكون ولد المغرب. ها هو حنا اصلا في الاصل ديالنا ولاد الجنوب، واش ما عجبوش؟ ها هو تنايا تنا راه واخا انا زايد هنايا في السلا رانا ولد الجنوب وبزز منه غصبا على ما كاينش فرق بين الجنوب والداخل. المقدم تيقول لي المقدم تيقول لي بحال ما هكذا، تيقول لي انت جيتي من البلاصه الفلان الفلانيه، انا غنوريك اش جابك لهنا. هذا مقدم المقدم وقبلت القايد. القايد شنو تيقول؟ القايد راه داك الشيء اللي قالوا المقدم راه هو اللي كاين، انا عمرنا له غادي نصيفطوه يتربى ما عمرو باقي غادي نعمرو له باش نصيفطوه. ما كاينش القانون في البلاد. داروا لي انا ملي عطيتو لاكارت الفوتوكوبي لاكارت ديال المراه، قال لك اسيدي انا درت لهم تضليل العداله، قلت لهم بان الدار ديال المراه. انت عندك وثائق ديالك هنايا؟ ما الوثائق الدار ديالي بالاسم ديالي، كلشي الوثائق كتبت بان بالاسم ديالي. ايما راه هرسوه غير الوليدات باش يتفرجوا، غير باش يتلفوا هاد الايامات. ها هو هرسوه، وها هو الاثر ديال الفراخ، راه الماكله هي باينه فيهم، راه باقى الماكله فيهم. ها انت كي دايروا ليه القفوزه الكبار؟ ها هما تاهم. ها انت بالحقره؟ ماشي غير الحقره، راه اكثر من الحقره، لان الانسان باش يدير لك هكذا وانت في بلادك ويدير لك بحال ما هكذا كتحس بانك انت راه واحد اخر، ملي بالاخص ملي تيقول لك منين جيتي انت، منين انا جيت.
جيت تمشي كوكب اخر؟ هادشي اللي بغينا نعرفو. كسمو الزوجه ديالك كتبكي هو راه هي راه عرفتي راه تكرفصوا عليها المقدم والاخر شدوها فم الباب حتى هي زيروها شانقين عليها ما يمكنش الراجل باش يشد المراه يشنق عليها. وراه هما دابا الوليدات ديالي راه دابا ولات عندهم مرض نفسي بالليل ما تينعسوش هاي مازال انا ما هادشي رانا كنعرف ان كيف هادشي كيف بحال ما هادشي لان كنشوفوه. لا لا ما اما بالنسبه لهم هما ما عمرهم شافوا هادشي ولا عاشوا هادشي لان بزاف باش كيف بحال ما كدا انت في البلاد ديالك ويجي واحد يقول لك منين جيتي انت راه بزاف ما يمكنش يقول لك شي واحد منين جيتي انت وهو شكون هو شكون هو هو شكون هو هو انا غيدير بزاف شافوني شدوني الجدارميه ملي تطلقت بقى فيهم الحال اغان صيفطوا وقال لك غيبات الليله في العرجات ما بتناش في العرجات بقدره الله عاوتاني صيفطونا للمحكمه ولان الله راه فوق منا وانا غندعي الله ياخذ فيا الحق اجينا باش ما تبانش الزوجه انت كما كتشوف هالباب هذاك الشرجم كان لهيه هرسوه تا هو نتفو حيدوه شو السيريا ضربوها بلا مون هاد السيريا علاش واش بغاو يطيحوا الدار علينا كامله شوف كيحشوا الحيط وضربوه بلا مون ها انت كما كتشوف هادو دابا ماشي ارهابيين هادو هاد الحيط هذا البيكالا ديال البنيته هزوها راه بغاو يلوحوها واقيلا من الفوق من اللي ساعه طاحت لهم ما قدروش راه هي طاحت لهم في الضوايا الناس ما لابسين لا جيليات حتى شي حاجه اللي كتدل على انهم اعوان السلطه المخازنيه راه واضحين راه باينين المخازنيه وتا ما باقي ما عرفناهمش شكون هما يعني القايد واش كان غير كيجي كيجمع كليكه باش يجيو كيجيو داك الشيء ديال العصابات كل مره كيجيو هما بالماطر ديالهم كيجيو لي الدار انا كنكون خدام وكيجيو لي الدار لا لا ما تبانيش الله يخليك واش فهمتيني ما تبانيش في وجهك صافي ياس تبغي تهضر خليها بلاتي بلاتي خلي تكمل بلاتي سير تفضل قلت لك هادو كل مره كيجيو بالماطر ديالهم شي كيجي من هاد الزنقه شي كيجي من هاد الزنقه عاد كيجيو المخازنيه ملي كنهضر معاهم وملي كيسمعوا الهضره ديالي بحال ما كدا كنقول لهم هادي راه هذا امر بالمعاينه قال لك انت فاهم بزاف حنا غادي نربيوك على الفهمه جا القائد انا واقف في الزنقه تجا واقف في الزنقه جا القائد قال لهم فين هو مول الدار قالوا ها هو قال لهم يلا شدوا الكلب طلعوه شنو قال لك كي بحال ما كدا قال لهم طلعوا الكلب طلعوا الكلب اه انا غنوريك اي القائد قال لك بحال ما كدا هزوني طلعوني قال لي انا غنوريك كيفاش انت دير لنا الفوضى هنا في الزنقه تدسر علينا البشر واش هذا ما فهمش كيفاش هذا القائد هذا مستعمل الشطط في السلطه بزاف ماشي غير الشطط ملي دخلت عنده لداخل جلس يسب فيا وتيعايرني منين جيتي انت شكون انت علاش انا غنوريك منين دبرت يلا دبر على شي وحده يجيبها اشنو معنيت هذا الشيء ما عرفتش اشنو معنيت اولا وريتي العقد ديال الزواج اللي تيقول وريتهم ليه اي لا ما وريتهمش له ما طلبش ليا لو ما طلب ليا حتى وثيقه هو خدم خدمته وقال للاخرين هاكم سينيو على المحضر صيفطوا ديو الجدارميه يديو الاعوان اللي معاه بانهم شهدوا على داك الشيء اللي بغاو داروه راه داروه حيت هذوك معاه مرافقين اه ما صورتيه ما كنتيش كتصور كاع ما صور هذوك اللي جاو عندي في اخر لحظه اللي جاو عندي باش غادي يدخلوا راه كاملين مصورهم ومصورتهم كنقول لهم الى الباب مفتوح الى بغيتوا تدخلوا دخلوا عندي الفيديو الزنقه كامله غير اللي خرج يطل تيقول له اجي انت ارى لاكارت اش كدير بالسيده كطل من الشرجم اجي انت هي اشنو واحده اخرى مشاو تيفرعوا عليهم في الباب الزنقه كامله غنريبها الناس كاملين خلعهم هذا الشيء دابا اللي تنقول انا دابا الزنقه كامله اللي سولتوه ما يقدر حتى واحد يدوي حيت علاش دار لهم خدمه قمعهم اللي تيطل تيقول له ارى لاكارت اش كدير انت هنا يلا ارى لاكارت ما فهمش هذا السيد هذا شنو علاش تيقلب وعلاش داروا لي هذه الحاله ضيعوني الا قالوا لي انا داير تيقولوا بانني داير الا كنت انا باني 20 متر ها هي ها الحيط ها هو ولاني هادو اشنو واش كاين شي مخالفه في التربيه ديال القنار في البيع والشراء فيهم واش حرام ماشي حرام عليهم يضيعوا في هذا الشيء واش هذا الشيء اللي غادي يدير هذه الطريقه هذا واش هذا اش كيبين لك اش كيبين لك على اللي داير كي بحال هذه الطريقه مهرس هذا القفز داير له هكذا علاش يدير له كي بحال ما هكذا علاش هذا الشيء كاع يدير هاد الوكاله هذا الشيء كان داخل في هذا البيت مثلا جريب ما عندوش الحق يجي يحيد لك هذا الشيء مثلا اللي جا بغير السيده اللي جايه من تارودانت جايه لهنا حتى هي كيطبق عليها لانها واقيلا ماشي على في النظر ديالو هو هذا واقيلا باقي عنده في المخ ديالو شي افكار اخرى ما عرفناش اشنو الافكار اللي عنده في البلاد في المخ ديالو حنا راه كاملين عايشين هنا في المملكه المغربيه وعاش الملك اي حاجه كاينه راه الله ينصر سيدنا ماشي في البلاد ديالو ولا ديال بواه ولا ديال شي واحد اخر حنا هنا راه في المملكه المغربيه فكل واحد كيف ما هو نقدروا نقولوا عون سلطه ولا انت كذلك جيتي من الصحراء او جيتي من تارودانت مغربي
فالرزق ديالك جابك لهاد كون لقيتي رزق في تما كاين في مدينتك راه غتبقى في مدينتك. الله دار سبب اننا جينا لهنايا، ولكن راه حنا في بلادنا الحمد لله، حتى حاجه ما خاصنا، مستورين، ما عندنا حتى شي حاجه، ما كيدوي معنا حتى شي واحد السنين هذه، حتى لهاد الفتره هذه هاد السيد هذا اللي بدا لنا هاد الحاله هذه تكرفص علينا بحال ما هكذا، ودير لي خسر لي هادشي، وقول لي يبدا يقول لي منين جيتي انت، ويدخل يهرس اللي غادي يدير كي بحال ما هاد الحاله هذه، الباب مسورت وفيه الفراخ لداخل، واش انا عندي شي حاجه ديال المخدرات؟ لقاو شي حاجه ديال المخدرات كانوا يدفعوها معايا ديريكت للجدارميه. عندك غير الفراخ كنشوفوا هنا الفراخ. ايوا هادشي دابا هادشي بزاف، هادشي على الضايع، هادشي باش يديروا لي هاد الحاله هذه، شكون اللي غادي يدير هادشي؟ ما يدير، ما عرفش شنو، نعطي شي اسم ديال شي دوله حرام، ما يمكنش ليا كلشي انسان، ما كتقلل حتى من قيمه ديال شي واحد، شي جنسيه ديال شي واحد باش يجي يدير ليا كي بحال ما هكذا، ما عرفش انايا شنو هادشي اللي غادي نقول. الله ياخذ فيه الحق، هادشي اللي غنقوله الله ياخذ فيه الحق، وكنطلب من سيدنا ومن وزير الداخليه باش يفتحوا تحقيق في الموضوع ويشوفوا اشنو الفرق. الضاله هي القفوزه، علاش غيخرجوا من هنا ويشتفوا عليهم، وعلاش يهرسوا هذا الباب بارابور راه لاصق له، علاش غادي يمشي يضربوه ويهرسوه؟ هاد السيريه سنين وهي راه الباب ديال السطح، يهرسوه ويخليوا الشفاره يهبطوا عليا، لان الزنقه من اللور راه خاويه، كاينه غير بلاصه خاويه. البكشليط هزوها ديال البنيته البيكالا هزوها من تما، واش بغاو يلاوحوها ولا شنو طاحت لهم في الضوايا؟ لان هذا عصابه، لانهم الناس الا كانوا اعوان السلطه خصهم يكونوا بالجيليات ديالهم، ما يثبت بانهم اعوان السلطه باياش. دابا اي واحد غيجي عندك غتفتح ليه الباب؟ ايوا بطبيعه الحال، حنا دابا راه نمشيو للحبس، راه عمروا لينا وبغاو يسيطروا. دخل واحد عند ودخل واحد باغي يسرقك. اعوان اعوان سلطه، راه اعوان سلطه، الا كان الا هذا الشيء تسكت عليه راه اي واحد جا غادي نخليوه يدخل، ما عندنا حتى مشكل، غنبقاو نخافوا دابا الدراري. هما دابا انا غير تخافش على مرتك ووليداتك؟ ايوا اش غادي نديروا؟ على من احنا دابا انا راسي، انا هما شدوني قبطوني نهار وهما قابطيني تيشتفوا عليا بمعنى الكلمه، شتفوا عليا قلوا القيمه ديالي. علاش؟ لانك حيت قاري عارف بالكلام، كتسمع قريتي ورقه فيها المعاينه ويطبقوا عليك، يقول لك اجي نوريك وانت لا فاهم، اجي نوريك اشنو الفهمه كي دايره. يعني واحد القضيه هذه اكثر بزاف الناس كيعانيوا منها، انك ملي كتهضر مع شي مسؤول كتقول ليه انه راه كتصحح عليه بعض المعلومات، هو كيحسب لك انك انت كتقرا عليه. أيوة. فانت غير كتصحح، لان واضحه العربيه، واضحه راه حنا عرب، يعني العربيه راه واضحه، ماشي بشي لغه اخرى اللي جابوها لي مكتوبه. قال لك كتدصر علينا الناس ديال الحومه، واش اللي عارف شي حاجه غادي هذه الدصاره؟ واش الورقه مكتوب فيها محضر معاينه وقبطوني وداوني ودفعوا لي الملف للمحكمه حتى تنتفاجئ بهم لا غد لي راجعين للمراه ديالي وجايين ليها؟ علاش جايين ليها؟ قال لك غادي، قلت له فين هو المحضر؟ هذاك راه محضر، هذاك الملف راه دفعته للمحكمه، احنا غاديين معكم في المحكمه، انا غنوريك. عاوتاني شدوني اعتقلوني ودخلوا هرسوا، داروا هذا الشيء الخدمه ديال الغداي الحسيفه، طردق البيت، هرس هذا الشيء، كرفصوا عليا بمعنى الكلمه. جر القائد، واش القائد تابع الملحقه الاداريه عامر الجنوبيه؟ عامر الجنوبيه، عامر الجنوبيه، تيقولوا لها بن عويش هنايا. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.